السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل عام انتم بخير. ان شاء الله الحلقة اللي انا يعني ظاهر فيها دي عشان بصدد اللي احنا هنعمل مسابقة على مدار الشهر الكريم اللي هم 30 يوم. وبصراحة كنت عايز اتكلم عن المسابقة دي وعن القواعد المنظمة ليها، وكمان هيبقى ليها جوائز يعني ان شاء الله تكون قيمة، هي جوائز مالية. طبعا المسابقة هتبقى يوميا، وهتبقى 5 أسئلة في اليوم. تمام، الخمس أسئلة هيبقى حلهم بسيط جدا، هو كده كده ال 150 سؤال هيبقوا يعني سهلين، فهننزل بمعدل يوميا الحلقة دي بيبقى فيها 5 أسئلة، وطبعا الإجابة هتبقى في نفس الحلقة، بمعنى ان الإجابة او الرد هيبقى في الكومنتس، فدي اول شرط. فلو حد هيبعت اي إجابة بخلاف اللي احنا هنقوله من شروط فهيبقى مستبعد. فنكرر تاني النقطة دي، احنا هننزل السؤال او هننزل الحلقة والإجابات هتبقى في كومنت، هيبقى مثلا السؤال الاول هنكتب كده في الكومنت مثلا اجابته كذا، والاسئلة كلها اختيارية. طبعا انا براجع الاسئلة يوميا عشان ابدأ اعمل فلتر وفي نفس الوقت يساعدني، فببدأ اجمع على مدار ال 30 يوم، وطبعا اللي هو الاسئلة وبإجاباتها. بعد ان شاء الله انتهاء الشهر هنبدأ نجمع ونشوف مين اللي حل ال 150 سؤال صح، وبناء عليه هنرشح وهناخد الخمس الاوائل فقط. تمام، بأكد بس اللي لو حد جه في الحلقة ال20 ولا الحلقة 25 وقال انا هبدأ، او الحلقة ال10، لا لازم ال 150 سؤال. وطبعا لا قدر الله لو حد جاوب 149 سؤال صح للأسف هيستبعد، دي برضو نقطة مهمة. ان شاء الله لو في داعمين وفي سبونسر، بحيث القيمة المالية اللي احنا طبعا لم تحدد بعد هتزيد، برضو ده اكيد هنعلم حضراتكم بيها. ان شاء الله نتمنى ان دي تبقى بداية لنا، بحيث كل شهر رمضان المكافآت والجوائز تزيد اكتر واكتر، لكن ده عشان اول شهر، والفكرة بصراحة يعني عجبتني، وفي نفس الوقت برضو تنشيط للذاكرة، تنشيط للأسئلة العامة والدينية، يعني هي أسئلة دينية عامة، وبرضو في بعض الأسئلة بيبقى فيها بعض الاجتهادات والبحث. فإن شاء الله هنبدأ ننزل مع كل يوم حلقة. الحلقة مش هيبقى لها بصراحة يعني ميعاد ثابت، ممكن مثلا تنزل قبل المغرب، ممكن بعد العشاء والتراويح، ممكن بعد الفجر، بصراحة حسب، لكن اللي هو هيبقى يوميا بانتظام بإذن الله تعالى. طبعا هنتظر حضراتكم، وبأكد تاني طرق وآليات الإجابة، وكل عام أنتم بخير ونلتقي إن شاء الله على خير. السلام عليكم.